فعلا كيف نتحقق يعني في هذه الفتنة؟ يعني فتنة مدمنين شيخ نحن كلنا. صحيح. كلنا. صحيح. صحيح. والله هو حقيقة يعني هذا الذي ذكرته يعني معاناة للكل، كلنا نعاني منه من فتنة هذا الزمن. أنا أضرب لك مثل، أنا سألني شاب وقال لي أريد أن أحفظ القرآن في سنة، هل من الممكن؟ قلت له نعم ممكن. قال لي أنا خلاص أنا قررت أن أعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لمدة سنة، لا أخرج منه إلا لقضاء الحاجة، والباقي كله سأعتكف وأحفظ القرآن. فقلت له طيب إن شاء الله ستتمكن، إن لم تنهي كله يعني تكون قريب من نهايته يعني إذا أنت أعطيت وقتا كاملا. فقال لي بما تنصحني؟ قلت بتركك على هذا، هذا كان في يده جلاكسي، جلاكسي، قلت تترك هذا؟ قال لا هذا اتصال. قلت له لا يكفيك في الاتصال في نوكيا قديم فيه ليت توش فهذا يغنيك عنه، وأيضا البطارية بتاعته تدوم معك أسبوع كامل أكثر الآن شهر يعني ويغنيك عن الاتصال. نعم. ويكفيك بغير هذا يصعب عليك أن يعني أن تنجز ما أردته يعني. فقال لي طيب، وافترقنا. ثم بعد فترة أجد منه الواتساب يرسل لي، بعدين لقيته بعد 6 شهور 7 شهور. قلت أنا نصحتك هذا، وقال والله ما قدرت أترك. قلت له إذن أبشر، ستمضي عليك سنة سنتين 3 سنوات ولن، وهكذا. الذي حدث أنه بعد 3 4 سنوات لم يحفظ، لأنه مثل ما تفضلتم وذكرتم هذه كل زمن له آفة. نعم. هذا آفة هذا الزمن. أوكي. ولن نستطيع أن ننجز شيئا مما نريده من حفظ القرآن ومن تعلم العلم ومن كذا إلا أن نقتطع من وقتنا وقتا نعتزل فيه كليا. نعم. عن هذا الشيء.